السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة عن مشروع الأرانب، وبنتكلم عن معلومات تعرض أو تقال لأول مرة. الحمد لله، يعني احنا بقالنا يعني مسكنا مزارع أرانب كتير وتعاملنا مع الأرانب كتير. بنتكلم النهاردة عن حاجات مهمة جدا في بداية مشروع الأرانب. أولا، الناس اللي بتبدأ في شهر 8 و9 و10، لا يا جماعة، احنا عايزين نبدأ من اول شهر 11، نتأخر شوية مفيش مشكلة، لان الحر عاد ممتد لشهر 11. الشيء التاني، احنا عملنا هنا حتة فنية في شراء الارانب بالنسبة للناس اللي بتروح تشتري سلالات ب200 جنيه وب300 وب250. احنا ممكن نشوف مزرعة او حد في اوقات معينة يكون فيها السعر والسوق نايم شوية، ونجيب منه الارانب اللحم، بس نشتريها بسعر اللحم او زايد شوية. يعني اللحم الايام ديت ب37.5، جبنا منه كنبول ب45، جبنا الكيلو ب40، وفرزنا الارانب، شفنا السلالة اللي تنفع للارانب تكون يعني سرحة كده، ما تكونش كنزة، ما فيش فيها جرب، عينيها نظيف، مناخيرها نظيفة، ودنها نظيفة، ما فيش فيها اي مشاكل خالص. وان شاء الله هنتكلم ازاي نشتري، او انا استعرضت في فيديوهات على القناة ازاي نشتري الذكر وازاي نشتري الانثى. واحنا هنا بنتكلم في مشروع او بداية مشروع الارانب. ان احنا نبدأ نجيب ارانب لحم، بس يكون الارنب نختاره، نستنضف، نجيب اناس تنفع تكون ام، ما نجيبش اي ارانب وخلاص، لا، نجيب ارانب تكون شكلها خالية من اي امراض، وتكون نموها وتكون حجمها كويس. نجيبها بسعر اللحم، هنقعدها عندنا، يعني الارانب ديت اوزانها كيلو 800 وكيلو 700 وكيلو 900، ان شاء الله يعني توصل 2.5 كيلو ولا حاجة في خلال 15 يوم 20 يوم شهر. ونبدأ بالنسبة للناس اللي يكون عندها ارانب، لا، نعزلها على جنب ونحطها في مكان لوحديها، لان دي اصلا فكرة الناس اللي بتعمل سلالات، ان هو بيختار من عنده احسن انثى، او يشوف في الارانب الفطام اللي عنده ايه هي احسن الاناث، ويبدأ يختار الاناث الكويسة ويبدأ يخليها ام، او يختارها او يرشحها ان هي تكون ام، علشان عملية الاحلال والتجديد للاناث الموجودة. فاحنا ديت ممكن نعملها طريقة للبداية. طبعا بتبقى اوفر، يعني هنا الارنبة واقفة ب75 جنيه، الأربعة من 7 كيلو وربع أو 7.5 كيلو تقريبا، في 40 جنيه، عن من 300 جنيه، كده الأرنبة واقفة ب75 جنيه. لو هتاكل الواحدة على ما تتلقح وتبقى حامل أو عشر، ب25 جنيه وقفت ب100 جنيه، وطبعا ده مستحيل، هنقول بفرض وقفت ب100 جنيه، يبقى الأرنبة ب100، ها، مش ب200 ومش ب250، وجبنا حاجة كويسة وحاجة هتكون موفرة ان شاء الله. دي بداية لمشروع الارانب. طبعا احنا هنا جابوا هنا 4، عايزين نجيب 5 6، ماشي، 7، ماشي. وطبعا ما جبناش ذكر من نفس المصدر، هنجيب ذكر من مكان اخر علشان نتفادى مشاكل التربية الداخلية، وان يكون في الخلفات تشوه، او يكون الذكر يلقح اخته فيحصل مشاكل بنوع عليها، اللي هي مشاكل التربية الداخلية. فاحنا هنجيب الاناث من مكان، والذكر بالنسبة طبعا احنا معانا لغاية 8 للذكر، الذكر ينفع معاه او الصح بتاعه من 7 ل8 اناث. جبت طبعا ذكر لثلاثة، ذكر لأربعة، ماشي، عايز تجيب النسبة بالظبط مفيش مشكلة، ولكن احنا هنا ما جبناش الذكر من نفس المكان، هنجيبه من مكان اخر علشان
نضمن تهجين كويس، نضمن ما يحصلش مشاكل في الأرانب عشان النسب والقرابة. ديت حاجة في فكرة أو بداية مشروع الأرانب اللي وضحتها في بداية الفيديو. الشيء التاني، احنا حطيناهم في مكان استثنائي هنا، جبنا شوية علف من نفس العلف اللي بياكلوه، وحطينا لهم مية في برام والعلف في برام آخر. طبعا هما مش بياكلوا، مستغربين المكان، وممكن يقعدوا يومين ثلاثة ما ياكلوش نظرا لاستغراب المكان، ولكن ده شيء طبيعي ما نخافش. طبعا في الوقت دوت بنبدأ نشوف فيهم أي مشكلة بتظهر عليهم، أي حاجة ونعالجها، لأن دمت هيبقوا أمهات أو هيبقوا سلالات، وإحنا طبعا فحصناهم واخترناهم بعناية علشان طبعا هيبقوا أمهات وهيقعدوا معانا سنة سنتين، فلابد إن إحنا نختار الحاجة اختيار جيد واختيار مناسب. طبعا ما ينفعش طبعا نسيب المكان كده يعملوا حمام على الارض. ان شاء الله هنستعرض فكرة ازاي باي شكارة بلاستيك او حاجات افكار موجودة عندنا نعمل وسيلة للارانب بتاعتنا علشان يعملوا عليها الحمام والمية. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنستعرض يعني حاجات كثيرة جدا خاصة بتربية وعلاجات الارانب وبعض الفنيات والامور الهامة. طبعا احب اوضح، طبعا لما نيجي نشتري الذكر ما نشتريهوش من نفس المكان زي ما قلت لحضراتكم، نجيب ذكر طبعا يبقى كبير، واحنا مش هنجيبه دلوقتي، لما نبدأ نلقحهم نجيب ذكر يكون اكبر منهم في الحجم ونفحصه كويس، ولكن مفيش داعي ان احنا نجيب ذكر دلوقتي لان هما لسه قدامهم شوية على مسألة التلقيح ديت، فما فيش داعي ان احنا نجيب بكر من نفس الحجم نربيه، لا احنا نبقى نجيب بكر من مكان تاني ويكون اكبر في الحجم، فما فيش داعي نبدأ بذكر دلوقتي علشان مشكلة الاكل وعلشان ما ناكلهوش على الفاضي واحنا مش هنحتاجه دلوقتي، لا لما نبدا نلقحهم نبدا نشتري ذكر من مكان اخر او من منطقه اخرى علشان موضوع التغذيه وموضوع ان هو ملهوش لازمه اصلا دلوقتي. يعني طبعا الارانب طبعا لابد ان احنا طبعا نبقى مجهزين ليها بطاريات جديدة او بطاريات مستعملة، وان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنتكلم عن شراء وتطهير وتعقيم للفيديوهات المستعملة وكمان اسعارها، علشان يعني عايزين المشروع يبقى اقتصادي، علشان لو هنكمل فيه يبقى بدأنا بداية مشروع كويسة، ما كملناش فيه ما بقاش خسرنا فلوس أو حطينا فلوس. ومشروع الأرانب طبعا يعني مشروع لابد إن هو يبقى حاجة جنب حاجة، يعني طبعا الدورة بتاعته بتبقى طويلة ضعفين الفراخ ولا حاجة، يعني هنقول دورة الأرانب 3 شهور فأكثر، لا غير الفراخ البيضة، فممكن حاجة تبقى جنب حاجة، مع طبعا ان لو اتعمل طبعا بفكر منطقة ما فيش فيها ارانب مش منتشر فيها، ووظفنا المشروع لانتاج السلالات، او كان التفكير او فكرنا في المشروع لانتاج السلالات اكتر من اللحم، لان السلالات طبعا بتبقى مربحة عن بيع اللحم، فطبعا هيبقى افضل واحسن. ديت بعض الامور وبعض الحاجات اللي حبيت اوضحها لحضراتكم علشان نبدأ مشروع الارانب وما يكونش طبعا في كلفة، ويكون بداية غير اي بداية خالص في ان احنا نشتري الارانب زي ما قلت لحضراتكم اللي هي اللحم، ونختار منها افضل الارانب او افضل الارانب اللي تنفع سلالات لانتاج أرانب صغيرة ونبدأ بيها المشروع، وكمان تبقى تجربة نتعلم إزاي نربي أرانب وإزاي نتعامل معاها.
شكرا لحضراتكم، وتابعوني ان شاء الله على قناتكم، قناة مهندس صبري غازي.